السلام عليكم ورحمة الله. تمرين اختزال مع متطابقات. أول شيء عندنا x مربع ناقص 11x زائد 30 على x مربع ناقص 6x زائد 5 مضروب في 2x ناقص 1 على 3x ناقص 18. نأتي إلى المقدار الأول، نحلل إلى جداء قوسين بالشكل التالي: x مربع نكتبها مرتين x بx، إشارة هذا الحد بنحطه للأول، جداء الإشارتين بنحطه للثاني، عددين مجموع ناقص 11 وضربهم 30 اللي هن 6 و5، الكبير هون والصغير هون. خلصنا من هاي. على كمان قوسين مضروبين بعضهم، x مربع بنكتبها x بx، إشارة هذا الحد لهون، جداء الإشارتين كمان لهون، بدنا عددين ضربهم 5 وجمعوا ناقص 6 اللي هن 5 و1. ضرب منطالع 2 عامل مشترك من هون، صار معنا x ناقص 1، منطالع 3 عامل مشترك يصير x ناقص 6. الآن أصبحت المقادير واضحة للاختزال تماما. الإجابة هي 2 على 3. يعطيكم ألف عافية.